هنتكلم في النقطة التانية، الفايل سكرينينج مانجمنت. يعني ايه فايل سكرينينج مانجمنت؟ فايل سكرينينج هنا بتكنترول من خلالها نوعية الملفات اللي هتخزن داخل البابليك والهوم. عيبها الوحيد ان هي لما تعمل لها ابلاي دلوقتي هي بتابلايد على النيو فايلز، يعني القديم خلاص حتة حشيش ملناش دعوة بيها، انما بعد كده مش هيقدر يسيف. دي مشكلتها الوحيدة، دي مشكلتها. طيب تعال نشوف ازاي هنعملها. بص فايل سكرينز، رايت كليك هنا كده واقول له كرييت فايل سكرين وادي له الباث، وليكن مثلا الفولدر اللي اسمه ايه، خلينا في الفولدر اللي اسمه اي تي. حلو. طيب بص بقى ركز معايا، نفس القصه بالظبط. عندي حاجه اسمها فايل سكرين تمبلتس، تحب تسلكت من التمبلت ولا تكريت كاستم؟ اهي بص التمبلتس اهي، بلوك اوديو اند فيديو فايلز، بلوك اكسكيوتابل فايلز، بلوك ايمج فايلز، بلوك ايميل فايلز، مونيتور. مونيتور يعني ايه؟ يعني خلي اليوزر يحط عادي مفيش مشكله، بس ايه، ها، بس برضه هيبقى فيه نوتيفيكيشن ثريشولد علشان اقدر امونيتور. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم معايا؟ طيب لا انا عايز اكريت، انا كاستم، كرييت كاستم. حاضر عينيا ليك. عايز ايه بقى؟ عندك نوعين من السكريننج، عندك حاجه اسمها اكتيف وباسيف. فاكرين ديكها اللي فوق دي كان فيها ايه؟ هارد وسوفت. هارد يعني ايه؟ ما يعديش الليمت. سوفت يعدي وانا بمونيتور. نفس الوضع، اكتيف ما يسيفش النوعيه دي من الملفات، طب باسيف يسيف وانا مونيتور. مفهوم الكلام؟ فلما اجي اقول له هنا اكتيف، اكتيف سكريننج، بص دونت الاو يوزرز تو سيف ان اوثورايزد فايلز، اللي هم ايه؟ خلي بالك هنحددهم لسه تحت. معايا؟ اه. طيب باسيف الاو يوزرز تو سيف فايلز، اللي هم ايه برضو؟ اللي انا هحددهم تحت. هقول له اكتف. لما اقول له اكتف هيبدا يقول ايه هي نوعيه الملفات. طب انا هقعد اقول له بقى دوت ام بي 3 ودوت ام بي 4، هو عمل لهم جروبنج. جروبنج بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى ان ملفات الاوديو مثلا والفيديو احطهم جوه جروب واديها نيم سبيس اسمها مثلا اوديو اند فيديو فايلز. يعني انت لو وقفت على دي وقلت له اديت، هتبص تلاقي نوعيه الملفات كلها الخاصه بالاوديو والفيديو موجوده هنا. يمكن انك تاكسكلود. تاكسكلود ازاي؟ يعني تقول له ايه؟ كل الاوديو والفيديو ما عدا الدوت ام بي 3. يبقى الام بي 3 هي اوفر رايت هذه البوليسي، لان حالته الخاصه هت اوفر رايت الحاله العامه. عشان كده ها لازم تبقى ايه؟ بي كيرفول وانت بايه؟ وانت بتكسكلود ملفات. مفهوم؟ حلو. او لو انت مش عاجبك اي حاجه من الحاجات دي اللي احنا نشوفهم مع بعض هنا في فايل جروبس، يعني اللي بيظهر لي هنا هم دول، دول اهو، هم دول، ممكن تأديت في اي واحده من هنا اهي، اهي أديت زي ما انت عايز. بس هي مايكروسوفت بتمتاز ايه؟ بالفلكسبيليتي. يعني ايه؟ يعني انت كريت لي من هنا الفايل سكرين واديني باث، ادي الاي تي، وقول لي كاستمايز، وانا هفتح لك الفايل جروبس دي واخليك تاديت فيهم من هنا، او تكريت انت جروب جديده. ما انا برضو ممكن اقف هنا ورايت كليك واقول له نيو فايل جروب. فلكسبيليتي. المهم عندي انك تفهم يعني ايه فايل جروب. مجموعة ملفات، مجموعة اكستنشنز معينة، أنا عايز أسمح بيهم أو أمنعهم. أنا عايز أعمل لهم يا إما أكتف سكريننج يا إما باسيف سكريننج. ماشي؟ طيب أنا هقول له كرييت، هقول له كرييت جروب أسميها مثلا على سبيل المثال أستريك دوت إم بي 3. أقول له إيه؟ أنا بكريت جروب على فكرة دلوقتي، سميها أي حاجة، تيست، أي حاجة. وحط جواها الاكستنشنز اللي انت عايز تمنعها بس. لو لقيت الناس هتشبشب لك وده الطبيعي ممكن تبقى تعمل اكسكلود حاجه معينه. ماشي؟ اقول له في الاخر اوكي، اوكي. هتلاقيها موجوده تحت هنا تيست اهي. انا عايز امنع الام بي 3 بس. طب لو واحد حاول ان هو يسيف ام بي 3 اعمل ايه؟ نوتيفيكيشن. ايه النوتيفيكيشن؟ ابعت لي ايميل، اكتب في الايفنت فيور،
ران كوماند جنريت ريبورت، نفس الشغل بالظبط، نفس الشغل مفيش جديد معايا. هقول له اوكي كريت، اللي انت عملته الكاستمايزيشن تحب اسيبه لك از تمبلت تستخدمها بعد كده ولا لا؟ لا لا، ممكن تقول له ما تسالنيش تاني، غلاسه اهي موجوده خلاص كده، تعال نقراها كده. لو واحد حاول يخش جوه الاي تي يسيف دوت ام بي 3 فايلز، اعمل له ايه بقى؟ اكتف سكريننج، امنعه. طب وبعدين ابعت لي ميل، اكتب لي في الايفنت فيور ران كومنت جنريت ريبورت نوتيفيكيشن بقى زي ما انت عايز. واضح الكلام؟ واضح. طيب تعالى كده نحاول كده نسيف. عندنا هنا مفترض في الميوزك دي يبقى فيه حاجات باي ديفولت موجوده اهي، تعالى ناخد ده كده كوبي. تعالى بقى نفتح كده هنا الاي تي، تعالى بس ناخد دي بره كده عشان ايه ما يقوليش ما عندكش سبيس. يلا تعالى نيجي هنا كده في الاي تي، نيجي هنا كده ونقول له ايه؟ بيست. بص بيقول لك ايه؟ You need permission to perform this action. مالكش، انت مالكش كوتا. قصة مش قصة كوتا دلوقتي. القصة قصة ايه؟ ها؟ نوعية معينة من الملفات. تعال نروح في الايفنت فيور كده. تعال نفتح الايفنت فيور، نعمل ريفرش. تعال نشوف الورنينج ده. بص بيقول لك ايه؟ الراجل ده حاول ان هو يسيف الدوت ام بي 3 فايل ده في الباث ده، في الباث ده. This file is in the test file group اللي هي not permitted on the server، اللي هي بتقول مفيش دوت ام بي 3. بالطريقه دي يا اخوانا انت بتعمل capacity management. فهمت يعني ايه capacity management؟ حدد لهم كوتا وحدد لهم نوعية الملفات اللي يخزنها. حاجة الشغل للشغل، المساحة محددة. نوعية الداتا اللي هتتحط على السيرفر أنت اللي بتحددها. يوتيوب مقفول. فيسبوك مقفول. سيطات الرياضة مقفولة. ولسه بالجروب بوليسي، إن شاء الله اليوزر لو عارف يمسك الماوس يبقى كويس. بكده أنت بتقضي الثمان ساعات بتوعك كأنك قاعد على البلاش. ما عملتش كده ما تلومش غير نفسك. ماشي ماشي يا اخوانا. ممكن تكاري التمبلت هنا، مفيش ما يمنع معايا، على اساس ان انت ايه، ها لما تيجي هنا تقول له انا عايز اكاري فايل سكرين، بدل ما هتقول له كاستمايز تسلكت من التمبلت اللي انت كاريتها على طول. ماشي. ده يفيدني في ايه؟ يفيدني ان انا لو هطبق نفس البوليسي على اكتر من ايه، من فولدر، فبدل ما كل مره اكريت فايل سكرين بوليسي، لا هي تمبلت واحده وبختارها وخلاص. ماشي. زي ما قلت لك الكلام دوت هيبقى فاليد على الجديد، يعني وانس ان البوليسي اتطبقت خلاص نبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم من اول السطر، انما اللي فات خلاص. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب احنا عارفين الحركات الملتويه الخاصه بالمستخدمين ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يعمل رينيم للملف وينقله على السيرفر وبعد كده يرجع يعمل له رينيم تاني. طيب تعال نشوف الفايل سيرفر ريسورس مانجر بيبص على السيجنتشر الخاصه بالملف ولا بس الاكستنشن؟ اكيد يعني بيبص على السيجنتشر. يعني انا دلوقتي لو انا جيت هنا خدت الملف ده كده وعملت له رينيم وسميته اكس اكس، مفيش حاجه اسمها الاكستنشن بتاع اكس اكس. يعني بص هو ام بي 3 برضه يعني عشان تبقى فاهم. تعال نقول له ايه، كوبي. تعال ناخده هنا
ادي الاي تي بيست نقل. طيب ركز معايا، تعال نقول له ام بي 3. بص يو نيد بيرميشنز تو بيرفورم ذيس اكشن. طب تعال نشيل السكرينينج كده عشان نتاكد بس ان ليه الفايل سكرينينج هي اللي عامله قلق. ديليت ديليت، تعال نرايت كليك كده ونقول له ام بي 3. صح، يبقى بيبص على السيجنيتشر الخاصه بالملف ولا لا، الهيدر بتاع الملف. حتى لو اليوزر غير الاكستنشن مش هيعرف برضه يسيب. بعد كده عندي حاجه اسمها ستورج ريبورتس مانجمنت، شايفينها ستورج ريبورتس مانجمنت. انت يا ريس لما كنا بنقول له احنا عايزين نكريت كوتا جديده، كنت بديله الباث الفولدر اللي اسمه بابليك، صح كده، وكنت بقول له انا عايز اديفاين كاستم كوتا، وكنت بحدد له الايه، ها الليميت، صح كده، سواء اخده من تمبلت سواء انا بكتبه بايدي، صح كده، وحدد له التايب اوف كوتا هارد او سوفت. ماشي، كان في حاجه اسمها نوتيفيكيشن ثريشولدز، عند حد معين نوتيفاي مي، الحد ده هو كام؟ باي ديفولت 85%، يو كان انك تكستمايز مفيش ادنى مشكله، صح؟ حلو. من ضمن النوتيفيكيشن ميثودز اللي عندي حاجه اسمها ريبورت. ريبورت برضو نفس القصه، لما كنت باجي هنا في الفايل سكريننج مانجمنت عشان احدد نوعيه الداتا اللي هتبقى سيفد داخل هذا الفولدر، كنت بقول له ايه؟ ها؟ كنت بقول له ان انا عايزك تبص على الفولدر الفلاني وليكن هنا الاي تي، واضح الكلام، ودونت الاو يوزرز تو سيف ان اوثورايزد فايلز. اللي هي ايه الان اوثورايزد فايلز دي؟ كرييتنا فايل جروب حطينا فيها الدوت ام بي 3، صح كده؟ اسمها تيست، صح؟ حلو، كلام جميل. طيب كان برضو في حاجه اسمها ايه؟ ها؟ نوتيفيكيشن. نوتيفيكيشن ازاي؟ انك انت لما اليوزر يحاول ان هو يسيف ان اوثورايزد فايلز، يا اما تبعت لي ميل، يا اما تكتب لي في الايفنت فيور، يا اما تران كومنت، يا اما برضه تجنريت ريبورت. يبقى اذا الريبورت هو عامل مشترك ما بين الكوتا وما بين الفايل سكريننج، صح؟ الريبورت هنا احنا هننظر له من منظور ان هو جاست نوتيفيكيشن ليك، ماشي؟ انما نوتيفيكيشن ظريفه ازاي بقى؟ ان انا ممكن من خلاله اعمل اناليسز، صح كده؟ مش الريبورت ده هيبقى ستورد عندي في مكان معين هقول لك عليه دلوقتي معايا، مش الريبورتس اللي هيحصل لها جنريت دي، انا ممكن استغلها ان انا ابني بلان، ابني تحليل، صح كده ولا ايه؟ صح كده؟ حلو. الريبورت هنا بقى في منه ثلاث اشكال. في منه ثلاث اشكال. في حاجه اسمها اون ديماند. اون ديماند معناها ايه؟ وقت الطلب، وممكن يبقى سكادول ريبورت، وممكن يبقى ايه؟ سكادول ريبورت، وممكن يبقى انسيدنت ريبورت. تعال نشوف الفروق ما بينهم، تعال نشوف الفروق ما بينهم. اولا انا لما اجي اكستمايز، انا لما اجي اكريت ريبورت مش من هنا، مش من هنا، امال منين؟ شايف هنا في حاجه اسمها ستورج ريبورتس مانجمنت. ستورج ريبورتس مانجمنت، شايفها؟ حلو. زي ما قلت لك انا عايز اشرح لك الحته دي عشان تبقى فاهمها كويس. تعال اشرح لك الجزء ده باستفاضه شويه علشان مهم جدا بالنسبه لي. احنا هدفنا في الاخر ان احنا نستخدم الريبورتس دي علشان نعمل ايه؟ ها؟ كاباسيتي مانجمنت، صح كده؟ زي ما اتفقنا هدفنا ان احنا نستغل المساحه اللي موجوده على الفايل سيرفر افضل استغلال، من غير ما يكون في ويست خالص، من غير ما يكون في هدر. فبستخدم الريبورت علشان اعمل اناليسز للداتا اللي موجوده، صح كده؟ حلو. طيب الريبورت ده نفسه لما تيجي تنشئه له ثلاث اشكال. ديماند، اما يبقى ديماند ريبورت، يا اما يبقى سكادول، سكادول ريبورت، يا اما حاجه اسمها انسيدنت. انسيدنت ريبورت، ماشي؟
التلاتة دول ايه الفرق ما بينهم؟ لو انا جيت هنا، لو انا جيت هنا دلوقتي في الستورج ريبورتس مانجمنت وقلت له انا عايز اجنريت ريبورتس ناو، ده يعتبر بالنسبه لي اون ديماند. اون ديماند يعني ايه؟ انا دلوقتي محتاجه اهو، انا دلوقتي عايز اجنريت ريبورت. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح اهو، دلوقتي حالا عايز اجنريت ريبورت، ماشي. طيب لو انا جيت قلت له سكادول نيو ريبورت، دي معناها ايه؟ ان انا عايز اجنريت ريبورت في سكادول معين، فده يعتبر بالنسبه لي سكادول ريبورت. واضح الكلام؟ طب يعني ايه انسيدنت بقى؟ انسيدنت يعني حدث، ماشي. مش احنا هنا عندنا كوتا، مش احنا هنا عندنا بوليسي، فايل سكرينز بوليسي معايا. طيب مش انا ممكن اجي اقول له ايه؟ ها، في حاله ان اليوزر حاول يسيف ملفات موجوده ها في الفايل جروبس دي، انيشيت ريبورت، جنريت ريبورت، فده كده ريبورت بيزد اون انسيدنت، حصلت حدث ان اليوزر حاول ان هو يسيف ان اوثورايزد فايل، فالراجل راح عامل جنريت للريبورت عشان يقول لي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ماشي. ده الفرق ما بين الايه؟ ها، ده الفرق هنا، ده الفرق ما بين الديماند والسكادولد والانسيدنت ريبورت. في جميع الاحوال الريبورتس هتكون مخزنه باي ديفولت في المكان ده. هو كلمه باي ديفولت دي معناها هي كده اتولدت كده، بس انا ممكن اعدل. لو جينا حضرتك هنا دلوقتي في ماي كمبيوتر، دخلنا على السي، هتلاقي في حاجه اسمها ستورج ريبورتس. ستورج ريبورتس هتلاقي هنا فولدر اسمه سكادول. لو عندك اون ديماند ريبورتس هتلاقيه موجود جوه فولدر اسمه انتراكتيف. لو عندك انسيدنت ريبورتس هتلاقيه كريت لك فولدر اسمه انسيدنت. افرجك هل ينفع اغير الديفولت لوكيشن ده؟ لو انت وقفت هنا على الفايل سيرفر ريسورس مانجر وقلت له كونفيجر اوبشنز، هتلاقي في حاجه اسمها ريبورت لوكيشنز، شايفها؟ خش جواها كده، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله سبيسيفاي وير تو سيف ايتش تايب، لان احنا عندنا ثلاث انواع، صح؟ بيقول لك والله لو انسيدنت ريبورتس هيكريت لك فولدر اسمه انسيدنت هنا. طيب لو سكادولد ريبورتس هيكريت لك فولدر اسمه سكادولد هنا. طيب لو اون ديماند هيكريت لك فولدر اسمه انتراكتيف هنا. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح. وبيشرح لك الفرق ما بينهم على فكره، بيقول لك الانسيدنت ده جنريتد اوتوماتيكالي، اوتوماتيكالي هيحصل له جنريت. امتى بقى؟ when a user exist a quota threshold or tries to save an authorized file، فده بالنسبه لي اسمه incident report. الاسكادول ريبورتس جنريتد بيريوديكالي بيزد اون الاسكادول اللي انت حضرتك هتقول له عليه، صح؟ حلو. طيب الاون ديماند جنريتد مانيوالي اوبن ريكويست، انا دلوقتي عايز اقول له ايه؟ ها، انا دلوقتي جاي اقول لك انا عايز اجنريت ريبورتس. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ اتفهمت؟ طيب تعال نقول له عايزين نجنريت ريبورت. تعال الاول نعمل واحد انتر اكتف كده، جنريت ريبورت. بص يا ريس، انت عندك في حاجه اسمها سيتنجز وحاجه اسمها سكوب وحاجه اسمها ديليفري. سيتنجز بتحدد هنا الريبورت نفسه ده، ها، محتواه الكونتينتس اللي هيظهر جواه ايه؟ معايا ولا ايه؟ ماشي. سكوب ابص على مين، ديليفري ابعت لمين. تعال نشوف. بص اولا ده هيبقى اسمه انتراكتيف. ليه انتراكتيف؟ عشان ده اون ديماند، ده مانيوال، انا بجنريت هذا الريبورت مانيوال، صح؟ حلو. طيب بص بقى الريبورت داتا، بص الانواع المختلفه اللي عندي. دوبليكيت فايلز، كلمه دوبليكيت فايلز دي معناها ايه؟ دلوقتي انت عندك ملف دوبليكيتد على الهارد ديسك بتاع الفايل سيرفر، ده يعتبر ويست ولا مش ويست؟ يعتبر هدر طبعا، صح كده؟ فجنريت ريبورت يحتوي على كل الدوبليكيتد فايلز اللي موجوده عندي على الفايل سيرفر، او اللي موجوده فين؟ في السكوب اللي انا هقول لك عليه، وليكن في الفولدر اللي اسمه بابليك. ليه؟ علشان تدلت يا عم، علشان ما تعملش ويست في المساحه، ماشي؟ طيب هو بالنسبه له الدوبليكيت فايلز هيعرفهم ازاي؟ ينفع انت في نفس الفولدر تكاري التو فايلز بنفس الاسم؟ ما ينفعش. طيب انا هعرف ازاي الدوبليكيت فايلز؟ ها،
هعرف الدوبليكيت فايلز عن طريق عاملين اساسيين، عاملين مهمين جدا. العامل الاول السايز، والعامل الثاني لاست موديفايد. لو ملفين السايز بتاعهم واحد واللاست موديفيكيشن تايم بتاعهم واحد، يبقى اذا هما الاثنين واحد. طيب تعال نشوف البابليك ده فيه مثلا دوبليكيشن ولا حاجه، شوف عشان بس نعرف هل هيطلع لي حاجه في الريبورت ولا لا. ده ما فيهوش حاجه، ده ما فيهوش حاجه. طيب خلينا يا ريس نعمل ايه؟ خلينا نجيب حاجة من هنا. خلينا نجيب ده مثلا كوبي، ونحطه مثلا مرة هنا، ونحطه مثلا مرة هنا، ماشي. وتعالى ناخد منه كوبي كوبي ونعمل له بيست هنا. فطبعا ايه، لازم هيعمل له رينيم. بس لو تاخد بالك السايز واحد والديت موديفايد واحد، فهيعرف ان ده دوبليكيتد فايل. يبقى الملف ده هوت متكرر عندي كام مرة؟ ادي واحد اتنين، وجوه الاي تي تلاتة. ماشي؟ ماشي؟ طيب الدوبليكيت فايلز هو النوع الوحيد من الريبورتس اللي ملوش اي كونفجريشن. يعني لما تيجي تقول له ايديت بارامترز، خلاص دوبليكيتد فايلز يعني دوبليكيتد فايلز، مفيش اي كونفجريشن تانية معايا. لان خلي بالك في انواع تانية لازم هتأديت البارامترز الخاصة بيها، زي ما هوريك دلوقتي. يعني مثلا لما تيجي تقول لي large files، انا عايز ريبورت يطلع لي باللارج فايلز. اللارج فايلز اللي معديه مثلا 1 جيجا، يعني في كونفيجريشن اهو. انما الدوبليكيت فايلز ملوش بارامترز عشان تعمل لها اديت. خلاص بص لي على الدوبليكيت فايلز، هقول له اوكي. طبعا هنا بيقول لك الريبورت فورمات، انت عايزه يظهر ازاي؟ طبعا هو باي ديفولت دايناميك اتش تي ام ال، ممكن تخليه اتش تي ام ال اكس ام ال زي ما انت عايز. ماشي، طيب حلو قوي. هل كده الجمله اكتملت؟ لسه الجمله ما اكتملتش. ليه؟ انا بقول له انا عايز اجنريت ريبورت باين لي فيه الدوبليكيت فايلز. ايوه، طب فين يا حاج؟ فين؟ فين؟ السكوب ابص فين؟ ها؟ السكوب بتاعي فين؟ هقول له انكلود اول فولدرز that store the following kinds of data. يعني شوف الفولدرز اللي عليها هذه النوعين من الملفات بص فيها، ولا صراحة أنا هديك فولدر دلوقتي؟ أقول له أنا هديك الفولدر اللي اسمه public تبص فيه، ده السكوب بتاعي. معايا؟ ده السكوب بتاعي. واضح الكلام؟ طيب تحب إن أنا الريبورت ده أعمل له delivery على الميل مثلا للأدمنستريتور؟ تحب؟ ولا هتكتفي إن هو هيبقى saved في المكان ده؟ اللي احنا زي ما اتفقنا باي ديفولت اسمه ايه؟ انتراكتيف، جوه فولدر اسمه ستورج ريبورتس على السي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ معايا؟ هقول له لا، انا هكتفي ان هو سيفد في المكان ده. حتى هو الراجل بيقول لك لو عايز تغير اللوكيشن روح في البروبرتس هناك، روح في الاوبشنز وغيرها من هناك، من هنا. رايت كليك هنا وتقول له ايه؟ كونفيجر اوبشنز. ماشي؟ طيب هقول له ايه؟ هقول له اوكي. هيروح مطلع لي رساله هيقول لي ايه؟ انت اخترت انك تجنريت ها؟ storage report now. ماشي؟ depending on the types of reports and the volumes and the folders reported on, this can take a few minutes. بناء على اللي انت اخترته جوه الريبورت وحجم الداتا نفسها اللي انا هبص عليها هياخد وقت. فانا بيقول ايه؟ تحب تجنريت الريبورت in the background، سيبه هو يشتغل في الباك جراوند مع نفسه وانت تعيش حياتك، ولا wait for reports to be generated؟ انا عايز اتفرج دلوقتي. هقول له اوكي. اللي حصل كرييت لي فولدر هنا اسمه ايه؟ اسمه انتراكتيف. حط جواه ايه يا ريس؟ ها، حط جواه ال HTML فايل. طب وايه الفولدر ده؟ ده الفولدر اللي جواه الصور اللي انت هتشوفها هنا في الريبورت.
ما هو دايناميك اتش تي ام ال. طيب تعالى كده نفتح الريبورت. بص بيقول لك يا معلم بيقول لك والله ده فيه ملفين دوبليكيتد، ملفين صح. انا عندي ايه؟ انا عندي الملف ده متكرر 3 مرات، مره اللي هي الاوريجينال ومرتين زياده دوبليكيت صح. وبص بيقول لي ايه، واخدين مساحه على الهارد ديسك ها بكام؟ 77.8 ميجا بايت. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ ماشي. يعني بير فايل انت عندك ويستد سبيس بير فايل 38.9 اللي هي نص. يعني لو قسمت 77.8 على 38.9 هتديك ايه؟ 2 صح كده؟ صح؟ حلو قوي، كلام جميل. طيب مين الاونر بتاعهم؟ الاونر بتاعهم اللي اسمه الادمنستريتور. فايل جروب يعني نوعيه الملفات دي ايه؟ دول اكسكيوتابل فايلز، مش هم دوت اكس اي؟ اكسكيوتابل فايلز صح. طيب ما تفرجني بقى يا معلم، فرجني. قال لك والله عندك مايكروسوفت تول كيت دوت اي اكس اي موجوده هنا في الاي تي، ومايكروسوفت تول كيت دوت اي اكس اي موجوده فين؟ موجوده في الماركتنج، موجودة في الماركتينج. ها خلاص يا اخوانا، ماشي واضح. بص كده وضح المغزى من هذا الريبورت. كلمة واحدة بس وضحت لك هذا المغزى او هذا المعنى ايه؟ wasted space. wasted دي مساحة مهدرة بالنسبة لك. نفس الملف متكرر مرتين جوه البابليك فولدر. اتفهمت ولا متفهمتش؟ فهمت؟ حلو. تعالى ناخد النوع الثاني من الريبورتس. احنا كنا عملنا فايل سكرينز كانت بتقول ايه؟ بتقول ان ما ينفعش حد يسيف جوه الفولدر اللي اسمه اي تي الملفات اللي موجوده في الفايل جروب اللي اسمه ايه؟ تيست. معايا؟ لو قلت له طبعا اديت هنا هيدخلني جوه تيست، هلاقي ان انا عامل بلوك للدوت ام بي 3 صح؟ صح. طيب ايه رايكم ناخد بقى ايه؟ الانسيدنت ريبورت. الانسيدنت ريبورت دي معناها ايه؟ لما يحصل حاجة معينة، هتحصل حاجة معينة أنا هقول لك عليها دلوقتي. معايا؟ جنريت ريبورت. طب إيه الحدث هنا؟ الحدث هنا إن حد يحاول يسيف دوت إم بي 3. نوع ريبورت هنا بقى مش دوبليكيت فايلز، لا، فايل سكرينينج أوديت. فايل سكرينينج أوديت هنا يعني إيه بقى يا ريس؟ ها؟ إحنا هنظبطه من هنا كإنسيدنت ريبورت، بس تعالى أقول لك كنسل الأول هنا. واجي هنا في الستورج ريبورتس مانجمنت عشان اوريك حاجه. جنريت ريبورت ناو. بص فايل سكرينينج اوديت زي ما اتفقنا ده مختلف عن الدوبليكيت فايلز في حاجه بقى، ان ده له بارامترز هتعمل لها اديت. له بارامترز هتعمل لها اديت. تعال نخش كده ونقول له اديت بارامترز. ايه هنا البارامترز المختلفه؟ البارامترز المختلفه انك تحدد له ها مينيمم دايز since file screening event occurred. يعني الكلام دوت حصل من كام يوم. اللي بعديها بقى include file screening events for مين. طب ابص على مين ان هو يعمل كده؟ مين اللي لو عمل كده؟ all users ولا user معين وselect user؟ لو عايز تنكد على user معين بقى ايه وترقد له، قول لي مين اللي حاول يسيف مثلا .exe file، او قول لي احمد سرحان، او قول لي لو احمد سرحان حاول يسيف الدوت اي اكس اي فايل. شايف الفرق ما بين اول يوزرز وما بين سيلكتد يوزرز؟ طيب الكلام ده هو انت تقدر تعمل له كونفيجريشن زي ما انت شايف كده من 3 اماكن. المكان الاول لو انت بتجنريت الريبورت مانيوال بايدك. الشكل الثاني لو انت عايز تكونفيجر السيتنجز دي على مستوى الانسيدنت، الانسيدنت ريبورتس اللي نوعها فايل سكرينينج اوديت. مفهوم؟ يعني هنا ده مش incident، ده on demand. فانا عايز اكستمايز بايدي السيتنجز. يعني اقول له ايه؟ بص لي على الكلام دهوت في العشر ايام اللي فاتوا بالنسبه لليوزر اللي اسمه كذا. فانت كده بتكستمايز لانه on demand. انما زي ما اتفقنا احنا مش عايزين نعملها من هنا. امال عايزين نعملها ازاي؟ احنا عايزين نخليه يجنريت الريبورت as an incident report. as an incident report.
في الفايل سكرينز ريبورت. ريبورت اهو. لما اجي هنا دلوقتي اقول له ريفيو سيلكتد ريبورتس، هو جايب لي الاثنين اوبشنز الفاكسين اللي احنا كنا بنتكلم فيهم من شويه، بس مفيش امكانيه ان انا اعدل فيهم. ده اللي انا بقوله بقى، لو انت عايز تعدل في السيتنجز دي على مستوى كل الانسيدنت ريبورتس اللي بتجنريت هذا النوع معايا، منين بقى هتجيبها يا ريس؟ بتراي كليك هنا كده وتقول له كونفيجر اوبشنز، وتيجي في الاستورج ريبورتس وتسلكت ده وتقول له ايديت باراميترز. شايف؟ فالتعديل اللي انت هتعمله هنا هو ده اللي هيسمع في كل الايه، في كل الانسيدنت ريبورتس. يعني مثلا لو قلت له خلال 10 ايام مثلا، يعني ونرجع نعدلها تاني، بالنسبه لليوزر اللي اسمه احمد دوت سرحان، هو راح يقول له اوكي. اوكي بص بيقول لك ايه، كونفيجر الديفولت، ديفولت بارامترز، ده اللي هيبقى الديفولت، ده الديفولت بتاعي. تعالى هنا كده عايزين جنريت ريبورت. بص هنا لما اقول له ريفيو، بص ده المقصود، ده المقصود. تعالى نرجع نعدلها تاني، كونفيجر اوبشنز، خليها زيرو، all users. لو انا جيت هنا ريبورت، مفهوم يا اخوانا ولا مش مفهوم؟ اتفهم كده ولا متفهمتش؟ اتفهمت؟ طيب حلو قوي. في حاجة مهمة كمان لازم تعرفها علشان خاطر ريبورت اهوت يحصل له جنريت، في اوبشن كمان لازم تعمل له انيبل. لو انت جيت هنا دلوقتي على الفايل سيرفر ريسورس مانجر وقلت له كونفيجر اوبشنز، هتلاقي هنا في حاجه اسمها فايل سكرين اوديت. ده الفايل سكرين بس، فايل سكرين اوديت. شايفها؟ شايفها؟ بص بيقول لك ايه، فايل سيرفر ريسورس مانجر allows you to record file screening activity which can be later reviewed by a by reports. عايز تعمل الكلام ده، عايز تريكورد الفايل سكريننج اكتيفيتي ان اوديتنج داتابيز، هقول له اوكي. هقول له اوكي، يعني لازم الاوبشن ده يبقى انيبلد عشان تشتغل معايا، يا اما هيطلع ريبورت فاضي. فهمت ولا ما اتفهمتش؟ فهمت. طيب تعالى بقى نروح نخلي ادمنستريتور يحاول يسيف دوت ام بي 3. يعني تعالى هنا كده مثلا، فين الميوزك؟ هات لي مثلا يا ريس ده مثلا، كوبي. تعالى ندخل في الاي تي فولدر، ادي الاي تي. تعالى نحاول نسيب كده مره، تراي اجين، تراي اجين، مره ثانيه، تراي اجين، ثلاث مرات كده. يعني حاول يسيف الملف ده ثلاث مرات في الفولدر، صح كده ولا ايه؟ صح. المفترض دلوقتي ايه، ها لو انت مظبط ان هو يكتب لك في الايفنت فيور هيكتب لك. تعالى كده نشوف. اه والله كتب لي اهو، كتب لي، قال لي الراجل دوت حاول يسيف ملف موجود في التست فايل جروب which is not permitted، which is not permitted on the server. طيب هل عمل جنريت للريبورت؟ تعال نروح على السي، ادي السي. تعال كده في الاستورج ريبورتس، اه ظهر عندي فولدر اسمه انسيدنت. احنا كان عندنا الانتر اكتف، ده الاون ديماند. انسيدنت جوه منه ايه بقى يا معلم؟ ها الله يفتح عليك، جوه منه الريبورت اللي بيقول ان دلوقتي فلان الفلاني حاول ان هو يسيف الملف اللي اسمه كذا دوت ام بي 3 في الفولتر اللي اسمه اي تي، صح؟ طيب تعال نفتحه كده بقى، يجيب لك المحاولات الفاشله في اخر مثلا 3 ايام. يعني هنا هو جاب لك التاريخ الاسود كله ليه؟ ها؟ لانك انت هنا قايل له ايه؟ في الريبورت
بص زيرو، زيرو يعني كله. خلي بالك ده عامل انهيرت لهذه السيتنجز من على مستوى الايه الاوبشنز اللي فوق زي ما اتفقنا معايا. لو كنت خليتها مثلا 1 2 3 4 10 دي معناها ايه؟ ها في الفتره دي بس. سينس كلمه سينس يعني منذ، منذ 3 ايام، منذ 4 ايام، وهكذا معايا. فهنا جايب لك ايه يا ريس؟ جايب لك كل المحاولات الفاشله اللي حاول الادمنستريتور يسيب فيها الملف اللي اسمه مش عارف ايه دوت ام بي 3 ده وفشل. لو كان احمد سرحان حاول يعملها كان ظهر عندي برضو في الريبورت. يعني انا لو جيت فتحت دلوقتي الجهاز ده ده وعملت لوجن دلوقتي باحمد سرحان، احمد دوت سرحان، المفترض احمد سرحان واخد برميشن على الفولدر اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اي تي، صح؟ لما اجي اقول له باك سلاش باك سلاش 192 168 1 200 ادي البابليك وادي الاي تي، نحاول نسيف مش هقدر برضه. كتب في الايفنت فيور ان اليوزر اللي اسمه احمد سرحان حاول ان هو يسيف الفايل، صح؟ المفترض يكون عمل جنريت للريبورت. تمام كده، فين بقى الملف ده؟ صح؟ مين اليوزر؟ احمد سرحان اهو. والادمنستريتور تحت منه، لان انا قايل له ايه؟ all users، all users. طبعا انت ممكن تبعت نسخه من الريبورت ده لليوزر نفسه عشان يشوف الريبورت ده. هو جاست انك انت تاوديت الفايل سكريننج، انما مش هتقدر تعمل حاجه في المساحه. يعني الريبورت اللي فات اللي هو بتاع الدوبليكيت فايلز، انا هدلت فما عنديش ويست كده، هدلت الدوبليكيت فايلز فما عنديش ويست، ماشي؟ انما هنا جاست اوديتنج، اوديتنج خلاص. ده النوع الثاني من الريبورتس، ده النوع الثاني من الريبورتس اللي هو الايه؟ الانسيدنت. الانسيدنت تعالى بقى ناخد اخر نوع اللي هو السكادول. السكادول دي معناها ايه؟ انا هقول لك تعمل ايه في الوقت الفلاني. تعالى نقول له ايه بقى يا ريس؟ بص هو باي ديفولت معلم على ايه؟ معلم على كل حاجه ما عدا الاثنين دول. لا شيل 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 شيل. طيب انت عايز ايه؟ ها؟ انا عايز اعرف اللارج فايلز، اللارج فايلز. طب اللارج فايلز دي اعرفها ازاي؟ لو قلت له edit parameters هيقول لك 5 ميجا. طب جايبها منين؟ جايبها من هنا، جايبها من هنا اهو، configure options storage reports. بالنسبه لي اللارج فايلز هي 5 ميجا. طب عدلها خليها 50 تسمع هناك، فاهم؟ فلو انت عايز تظبط ديفولت سيتنجز لكل الريبورتس يبقى من هنا اهو، من هنا، ما عدا ايه؟ ما عدا الدوبليكيت، ما عدا الدوبليكيت فايل زي ما قلت لك هي اللي ملهاش بارامترز اصلا. الدوبليكيت فايلز هكونفيجر ايه فيها؟ واضح الكلام ولا ايه؟ واضح؟ طيب تعالى نرجع تاني هنا كده نقول له ايه؟ عايزين نسكادول ريبورت، وزي ما قلت لك هنشيل كل ده اهو، معلش ما عندهمش كلير اول، يعني اختار بس اللارج فايلز واقول له ايديت بارامترز ال 5 ميجا، مفيش مشكلة 5 ميجا، واروح قايل له اوكي. والفورمات بتاع الريبورت النيم عايز تسميه ايه؟ ريبورت نيم. هنا سألك على نيم، أول مرة يسألنا على نيم، ليه؟ لأن ده سكادول، ماشي؟ هقول له ايه؟ هقول له لارج فايلز،
اسميه كده. السكوب بص فين؟ بص في البابليك، بص في البابليك. اوكي ماشي. دليفري ابعت ميل لمين؟ ظهر عندي بقى زرار ما كانش بيظهر اصلا، سكادول. صح كده ولا ايه؟ ها ظهر هنا. طيب بص بيقول لك ايه، ران ات الوقت الفلاني. طيب ويكلي ولا مانثلي؟ طب يعني ويكلي او مانثلي في اي يوم بالظبط؟ وليميت، ليميت هنا اللي هو ان اورز، ليميت هنا معناه ايه؟ هتعمل له ليميتيشن، اعمل له ليميتيشن، هتعمل له ليميتيشن. يعني شوف مثلا 5 ساعات 10 ساعات زي ما انت عايز. ماشي. طيب هقول له هنا مثلا ويكلي كل يوم ايه؟ النهارده ايه؟ كل ساتردي مثلا، كل ساتردي كام؟ و15 واروح قايل له اوكي، واروح قايل له اوكي. بص هنا بيقول لي ايه؟ اللاست ران نيفر لسه. على فكره احنا كنا خليناه 16 عشان هو لسه ما لحقش ولا ايه؟ خليها و16 يعني كمان دقيقه بالظبط المفترض هيرن. طبعا انا ممكن رايت كليك عليه كده واقول له ايه، واقول له ران ريبورت تاسك ناو، بس انا مش عايز كده، انا عايزه يشتغل في السكادول بتاعه. خلاص كده المفترض يكون ايه دلوقتي، هو شغال. المفترض دلوقتي يكون هو شغال دلوقتي، المفترض يكون شغال. ايه status queued. بص بيقول لك ايه، the selected report task is currently running while the report is running it's possible to view but not modify. معايا؟ مش هتقدر تموديفاي فيه. لا هي يعتبر ظريف يعني، بس هو مشكله عشان ما فيش reporting service مثلا زي ال SQL reporting service. يعني مثلا ما تيجي تشتغل على configuration manager reporting بتاعه رائع روعة، فاهم؟ بس مبني على ايه؟ على SQL reporting service. لما تيجي تشتغل على ال operation manager مش عايز اقول لك عامل ازاي. لما تيجي تشتغل على ال service manager عندك في حاجة اسمها service manager اللي هو ال ticketing system بتاع مايكروسوفت. اليوزر بيكونكت على بورتال كده ويفتح تيكت لو عنده مشكلة ولا حاجة. كل ده بيسمى عندي في سيرفر اسمه ال data warehousing server، برضه مبني على SQL reporting service، روعة الروعة، فاهم؟ انما هنا اصلا ده يعني مع نفسه يعني، فاهم؟ ده مش مبني على حاجه، ده بيجنريت HTML فايل، فبيكتب كودنج دلوقتي HTML فايل، فلازم ياخد وقت. خلاص كده تعالى بقى نروح هنا كده، ده موجود عندي اهو. تعالى بقى كده نفتحه. بص احنا بنقول له ايه، اللارج فايلز صح في البابليك اللي اعلى من كام؟ من 5 ميجا. بص هنا بيقول لك ايه، بيقول لك في مايكروسوفت تول كيت دوت اي اكس اي موجوده في الاي تي دي 38.9 ماشي ماشي، وموجوده في الماركتنج، موجوده في الاوبريشنز. معايا؟ جاب لك كل الملفات اللي ايه، نوع الملفات دي كلها اكسكيوتابل فايلز، مساحتها الاجماليه 117 ميجا، هما ثلاث ملفات تحديدا. شارت ظريفه كده، جراف ظريف ماشي. اه سايز باي اونر، سايز باي فايل جروب، برضو يعتبر ريبورت محترم جدا يعني. عندي برضو هنا نوع ظريف قوي، لما اجي اقول له جنريت ريبورتس، خدنا دوبليكيت فايلز والفايل سكريننج اوديت وفايلز باي فايل جروب فايلز باي اونر. طبعا واضح الكلام بقى، ها
واضح الكلام. فولدرز باي بروبرتي، بروبرتي معناها، بس دي يعني دي لسه هنشوفها مع بعض في الـ في الكلاسيفيكيشن مانجمنت، يعني ان انت تزود بروبرتي على او اتريبيوت على الفولدرز او الفايلز وتطلع ريبورت بيها، هنشوفها دي مع بعض. بص بقى هنا في حاجه ظريفه قوي، في حاجه اسمها بص least recently accessed files. عارفين يعني ايه least recently؟ يعني اللي بقى لها زمن عاف عليها الزمن ما حدش بي اكسسها، فاهم؟ طب استفيد ايه بالريبورت ده؟ استفيد ان انا ادلت الملفات اللي ما فيش حد عايزها، وبالتالي اسيف في الايه، في السبيس، صح؟ طيب الموست ريسنتلي العكس. طيب الكوتا يوزج، يعني مين مستغل قد ايه من مساحه الايه البابليك او من مساحه الهوم، برضو دي مهمه جدا جدا. ماشي، اتفهم الكلام ولا صعب؟ مفيش اي مشكله فيه، يعني سهل يعني. ها سهل. طيب